ما الذي يجعل نائب في البرلمان يتحول إلى أداة في إحدى المؤسسات السيادية الليبية، وهو في الأصل والأساس هو دوره مراقب ومشرف وله السيادة على هذه المؤسسات؟ لأن الحقيقة هو يعني لا ينفع إلا أن يكون أداة، يعني هؤلاء حقيقة فاقدين الأهلية العقلية، وبالتالي ليس لهم أي إنتاج فكري يستطيعوا أن يعملوا به، وبالتالي هم حقيقة عبارة عن أدوات. وسمحني يعني هم تقريبا يعني على الأقل التسجيل اللي سمعناه هم حقيقة يعني سلوكهم مثل يعني ينطحني أو أنطحك، يعني لا يوجد ثقافة حوار أو منطق في حديثهم وتصرفاتهم. من أول يوم عرفناهم هم هؤلاء يستعملون العصي والهروات والاعتداء نعم. وبالتالي أعتقد يعني هذه العقلية ليس مستغرب أن تتصرف بهذا السلوك، ونحن لسنا حقيقة مستغربين من هذا الوضع. نحن نعلم جيدا أن هذه المجموعة وهذه السلة حقيقة القليلة هي يعني نتاج تربية قبلية منفلتة لا يمكن حقيقة أن تكون في مشهد. نعم، هل يمكن القول أن النائب تجرد تماما من أخلاقه ومن ضميره، وأيضا لم يفي بالقسم الذي أقسمه بالولاء لله ثم الوطن؟ هم المجموعة هذه بالذات هي حنثت اليمين القانوني منذ فترة طويلة، عندما طبعا هم يعني حلفوا اليمين القانوني على أن يكونوا يتحدثون باسم ليبيا، وأن يتجردوا يوم حلف اليمين القانوني من مناطقهم وقبليتهم وجهويتهم ويتحدثون باسم ليبيا وتحت يعني مظلة عدالة مع الجميع. ولكن حقيقة لاحظنا أن هذه المجموعة حنثت عندما صاروا يتحدثون بلغة جهوية، لغة لا يعني تتعلق بحقوق غير موجودة أصلا، تختلف عن حقوق الليبيين، وبالتالي هؤلاء حقيقة حنتوا منذ زمن بعيد. وأعتقدهم أيضا غير يعني مختلفين حتى لموضوع أنهم حنتوا أم لم يحنتوا، وبالتالي هم مستمرين بالفوضى والغوغاء. ولا أعتقد وحتى يعني لا أظلم أحد، أنا حقيقة متأكد بأن هؤلاء حقيقة لا يمكن يمثل المنطقة الشرقية. جامعة بنغازي التي خرج منها كبار العلماء والمثقفين لا أعتقد بأن تكون يعني منتجاتها من هذا النوع، وبالتالي هؤلاء حقيقة لم ينجحوا بظهور الناخب، وإنما نجحوا بغياب الناخب، أي بمعنى أن بعضهم تقريبا تحصل على 70 صوت وبعضهم على 100 صوت، ويقارن عقيدة صالح نفسه 700 صوت. وبالتالي هؤلاء حضروا بدون إرادة شعبية، إرادة غياب للشعب وإهمال الانتخابات. طيب دعني أعود إلى السيد فتحي الفاضلي. وبالتالي هؤلاء حقيقة هم يعني التصعيد والنظام التصعيد والأمور اللي نعرفها.